عودة لحضراتكم ولقائنا الأخير النهاردة على الهواء مباشرة، واللي هيكون عن صادراتنا المصرية ولكن بطريقة أخرى. إزاي تستمر صادراتنا وإزاي ندعمها؟ لابد أن احنا نضمن أنها مطابقة للمواصفات العالمية في الأسواق المختلفة، وعشان تكون مطابقة للمواصفات لابد أن تخلو من متبقيات المبيدات. ده دور مهم جدا بنعمل عليه في مصر من خلال عدة وسائل، أبرزها وأهمها وجود المعمل المركزي للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اللي بيعمل تحاليل لهذه الصادرات والعينات منها للتأكد من سلامتها، وكمان له دور كبير جدا في تقصي الأسواق المصرية ورؤية المحاصيل المصرية قد إيه متوافقة مع المعايير السليمة علشان تصل إلى المستهلك بسلامة، وتكون خالية من المبيدات اللي يعني بنواجه لها أصابع الاتهام كثيرة جدا فيما يتعلق بإصابتنا بالأمراض. النهاردة بشرفنا الدكتور أشرف المرصافي مدير المعمل المركزي للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. واسمح لنا الأول قبل ما نبدأ حوارنا مع حضرتك نروح بس نشوف تقرير عن الاستخدام الأمثل للمبيدات في الزراعة من قبل المزارعين، ونرجع نبدأ حديثنا مع حضرتك. إلى التقرير. الربيع الصامت، كتاب تخيلت فيه الكاتبة راشيل كارسون أنه سوف يأتي يوم يختفي فيه الربيع بسبب الاستخدام المفرط والمستمر والخاطئ للمبيدات الزراعية أو إكسير الموت على حد قولها. ومن هنا ظهرت ضرورة ترشيد استهلاك المبيدات الزراعية والحد منها. المبيدات حضرتك ما بنستعملهاش إلا للضرورة، لو في أي نداوي أي حشرات أي حاجة بنستعملها، ما فيش أي حاجة ما بنرشهاش. بالنسبة كمان عشان خطر الأمراض اللي هي بتيجي برضو من الفشل الكلوي والحاجات دي كلها، كله ده بيجي من المبيدات. عندك الموسم الشتوي بيقل الفلاح من الرش المبيدات لأن بيبقى الجو حلو، في الصيف وظهور الصيف الحشرات دي بتبتدي تطلع، فلازم الفلاح يقاوم. مثلا بنبدأ مثلا بالأخضر لأن أو الأصفر قليل خالص نادر خالص لما الفلاح بيرش بالدواء اللي عليه العلامة الحمراء، طبعا عشان ده خطر ومدة السمية بتاعته جامدة. في أنواع منها مجهولة المصدر وبنضطر نستخدمها لغلو الأسعار المبيدات اللي هي معروفة المصدر، تعمل تحجر للتربة وبيضطر يصرف عليها وبنقولها يعني حاجات كتير بالنسبة لمشاكل الزراعة. في مبيدات حشرية دي كتير مضرة جدا وممكن فيها خطر فوق ما تتخيل. هتخاف من إيه ولا من إيه؟ الإنسان والله بيفكر إن مثلا كتر السبخ ده هيخدم الارض، لكن هو بالتالي بيسقط الزرع ويبوظها مش بكتره يعني. عوامل عده تدفع الفلاح المصري لاستخدام المبيدات الزراعيه بشكل مبالغ فيه، حيث اصبح تقبل نسبه من الهالك الزراعي امرا غير مقبول من وجهه نظر الفلاح، وان كان ذلك على حساب صحه المستهلك. لو الفلاح ما حطش المبيدات دي هتبقى صحية، بس مش يقدر يبيع عشان يجيب حق الإيجار الأرض والكيماوي والكلام ده كله، فلازم يدي فيتامينات للزرع والحشرات والكلام ده كله عشان يعرف يبيع الزرع وكده. ممكن يقول لي حط من 2 جرام مثلا أو 3 جرام للعبوة بتاع 20 رطل بحطه ما بيعملش فاعل، بضطر أرش تاني وبضطر أزود الكمية. التربة الأرض دلوقتي يعني الزراعة اتلوثت فيها لمؤاخذة حشرات وفيها حاجات وفي دودة برضو بتأذي، فلازم الفلاح يقاوم على قده برضه، مش كل يوم هيرش او كل يوم هيسمد زراعته. بالنسبه للزراعه بيزرعها مثلا في الزرعه 4 زراعات في زرعه واحده، فبيضطر ان هو عايز يطهر الحاجات دي بالمبيدات. كل حاجه بتيجي بوقتها باوانها، انت بتزرع الزرعه مثلا بنت 40 بنت 50 يوم بنت 60 يوم، هو عايز يجيبها بنت 10 ايام بنت 20 يوم. لا يقتصر الضرر الواقع من الإفراط في استخدام المبيدات الزراعية على الإنسان فقط، بل أنه يمتد ليطال الحيوان والطير والأسماك والبيئة بأسرها، ولنعلم أن أول المتضررين هو الفلاح نفسه. للأسف إحنا بنجيب المبيدات ديك من مصانع أو من شركات ليس لها مصدر، فدي بتأثر على الفلاح أولا في تكلفة الرش، ثانيا على البشرية أن هي بتاخد العلاج، ثالثا على الحيوانات والطيور. بتقول مثلا المواشي الجماعة اللي بيضر كل ما حوالين منه، كل ما بيستخدمه كل ما بيضر، بيأثر على الزرع ويأثر على الإنسان والحيوان، لأن الحيوان بيأكل الزرع والمية بتاع الزرع بتروح في الصرف والحيوان بيشربه، والحيوان والإنسان وكل حاجة. الفلاح أول واحد بيتأذي في مواشيه في استعماله في بيته في أرضه برضه، لأن الأرض لأن المبيدات دي بتأثر على التربة.
200 ألف شخص حول العالم هم حصيلة ضحايا الاستخدام السيء والغير آمن للمبيدات الزراعية، أمراض لا حصر لها وأضرار تعكر صفو بيئتنا بأسرها. استخدام المبيدات الزراعية أمر لا غنى عنه، ولكن قليلا من الرقابة والتوعية والالتزام سيقينا الكثير. محمد تركي، مصر الزراعية. نجدد ترحيب بالدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والأعلاف. أهلا بحضرتك يا فندم، وليك تعليق على يعني التقرير اللي يبدو فيه أن المزارع وعيه عالي جدا فيما يتعلق بسوء يعني استخدام المبيدات حل الإفراط فيها. بالضبط كده، أن طبعا أنا سعيد جدا بالمعلومات اللي قالها الناس البسطاء اللي على فطرتهم على سجيتهم، أن هو بدأ أن هو يوصل ليهم المعلومة بتاعة سوء استخدام. سوء استخدام كلمة مش قليلة طبعا. كمان أنا سعيد أنه هو فعلا في الشتاء بيبقى ملاحظ جدا أن معظم المحاصيل الشتوية ما فيهاش متبقيات كتير أو ما فيش تعدي للحدود القصوى. طبعا إحنا رصدين ده في بعض المحاصيل لا أجد بها متبقيات مبيدات، وهي محاصيل استراتيجية زي القمح والذرة. الناس بعد ما بتعمل بنعمل احنا تقصي المحاصيل دي وما بنلاقيش فيها اي نوع من انواع المتبقيات، فده دليل ان الفلاح اصله هو برضو يعني لما. طبعا انا سعيد برضو ان هو بدأ يعي استخدام المبيدات على الحيوان وهو ممكن بعد كده يضر بيه وهو بيشرب المية بتاعت بعد سوء الاستخدام، فطبعا ده مهم جدا. طبعا انا عايز اقول ان طبعا في جهود بتبذل على مستوى وزارة الزراعة كلها، سواء من لجنة مبيدات الافات الزراعية او ارشاد زراعي بخصوص هذا الموضوع او خدمات عموما لخدمات الزراعية. زائد بالاضافة ان في دلوقتي زي تنسيق ما بين لجنة مبيدات الأفات الزراعية ولجنة مبيدات البيطرية، فإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا برضو نوقف أي نوع من أنواع الدوبليكيشن أو يعني تكرار بالضبط المبيد الخاص بالحيوانات عشان ما يستخدمش في الزراعة. فطبعا في طبعا جهود ممتازة في هذا الموضوع، فده أنا سعيد بيه تماما. حسن يعني دي ثمرة الجهود بالزبط دي بدأت تظهر في وعي الفلاحين وارتفاع وعيهم فيما يتعلق بسوء الاستخدام. بالزبط. طيب احنا عاوزين نروح مع حضرتك بقى الأخبار الجديدة للمعمل، والحمد لله كل يوم المعمل بيحقق نجاحات. تم افتتاح يعني امتداد للمعمل المركزي للتحاليل، والمعمل الجديد اسمه مبنى ملوثات الأغذية والبيئة. بالزبط. نعرف أكتر عنه، احنا عارفين أن رئيس الوزراء قام بافتتاح هذا المعمل، نعرف دوره إيه والفايدة اللي بتعود على المعمل من إضافة معمل جديد ليه بهذه النوعية. طبعا احنا خدنا التحدي بموضوع أولا بعد ما تم افتتاحه، الموضوع ان احنا خدنا على عاتقنا ان احنا نعتمد هذا المعمل طبقا للمواصفات الأوروبية. الكلام ده تم بزيارة الفريق الأوروبي للمعمل، وقضوا معنا حوالي يومين ليركزوا معنا على المعمل الجديد وأنشطته. طبعا مش عايز أقول مدى الدقة اللي هم لاحظوها، هي طبعا معظم الأجهزة جديدة ولسه طبعا في طور التشغيل الأولي طبعا، لكن بدأوا ان هم يستقبلوا عينات على الأجهزة، لأن احنا تم نقل كافة الأجهزة وكافة الأنشطة هناك. طبعا مش عايز أقول إن هو شغال من ساعة اللي تم الافتتاح بكامل طاقته، ومستعد إن هو يستوعب طاقات أكبر. سعيد جدا إن هو تم اعتماده هذه السنة الواحد، لأن إحنا تم اعتماده من الاتحاد الأوروبي. أيوة يا فندم، إحنا قدمنا هذه الخطة لمعالي وزير الزراعة وبالتواريخ، وكان طبعا احنا عارفين هو ان فريق الاعتماد او فريق التفتيش بيجي يراجع هذه الانشطة، وده كان 1 و2 نوفمبر، وتم طبعا اجتياز الاختبار بثلاث ملاحظات فقط لا غير، والثلاث ملاحظات قليلة يعني مش
مش أساسية، ولكن احنا طبعا هنعملها وكده، يبقى المعمل ده معتمد دوليا طبقا لنظام الاتحاد الأوروبي، وده بيعدد الصادرات المصرية بشكل كبير جدا. ده اللي عايز أسأل عليه، أهمية ان يكون عندنا معمل معتمد من الاتحاد الأوروبي، ده بيصب في صالح الاقتصاد بشكل ايه؟ بص حضرتك، لا يخفى على حضرتك ان هو المواطن الاوروبي او النظام الاوروبي له متطلبات معينه في التصدير وله حدود معينه في التصدير. هذه الحدود احنا طبعا بنطبقها حتى على الحدود المحليه، يعني احنا في القوانين اللي مصدرها اخيرا وزاره الزراعه، في مثلا في فقره خاصه بمتبقيه المبيدات في قانون 10/18 لسنه 2013 بشأن تسجيل المبيدات، ان هو في حال عدم وجود الحدود في الليترشر العالمي او الكودكس بنلجأ على طول الى الحدود الأوروبية بغض النظر ان البضاعة مصدرة او بتستهلك محليا. طبعا الكلام ده سبق ممتاز وانا سعيد بيه تماما. انا مع اي سياسة تقلل من استخدام المبيدات وتراقب اكتر. طبعا احنا بسم الله ما شاء الله عندنا وعي كامل دلوقتي بخطورة الاستخدام أو الاستخدام الجائر للمبيدات، وده طبعا احنا بنراقب أو دلوقتي بشكل طواعية من المصدرين بيجوا، لأنه عارفين دقة النتائج اللي خارجة من المعمل. يكفينا فخرا ان احنا في اخر 3 اشهر تم ابلاغنا من لجنه الصحه والصحه النباتيه انه لا يوجد انذارات اختارات انذار قادمه من الاتحاد الاوروبي، وده في حد ذاته انا خبر ده بيسعدني الى ابعد درجه بخصوص متبقيات المبيدات. ما فيش شك ان اختارات الانذار ده اختارات الانذار دي يعني بتبصر المعمل بأداء شغل أداؤه، يعني إن إحنا ما عدناش شحنات مخالفة أو متعدية للحدود الأوروبية. على فكرة الحدود الأوروبية من أصعب الحدود اللي موجودة في العالم، قليلة جدا، لكن بالرغم من هذا إن إحنا أعلمنا المصدرين إنه في حالة تعدي هيتم رفض شحناتكم، وده تحذير رائع. طبعا المصدر بقى بالوعي الكامل ان هو يجب ان يرشد استهلاك المبيدات على زرعه علشان يقدر يجيب له فلوس، علشان كل ما كان زرعه نظيف طبعا بيبدا ان هو يتسوق جيدا جدا. وهنا يعني عايزين نشجع المصدرين ان هم يعملوا الكلام ده، يعملوا التحاليل علشان الشحنات تروح، ده مكسب ليهم والاقتصاد المصري بشكل عام. في سياسه انتهكتوها ان انتوا تقللوا الاسعار شويه بالنسبه للمصدرين علشان تشجعوهم على ده. طبعا احنا انتاجنا ده فعلا، وده كان من في البيكس بتاعه المحاصيل. احنا قدمنا مذكره للدكتور عادل وتفضل ان هو وافق عليها، ان احنا خفضنا فعلا الاسعار رغم ان كل الدنيا بتزود الاسعار. ده كان تدعيما للتصدير وعشان نشجع الراجل اللي هو المصدر علشان يجي المعمل ويقدم عينة ممثلة للبضاعة اللي موجودة. طبعا بتسحب من لجان متخصصة لها الحق في سحب العينات بتيجي بتتحلل في الوقت المناسب اللي هي لا تتجاوز من 24 ل 48 ساعة بالنسبة لمتبقيات المبيدات. واحنا دلوقتي بنستخدم برنامج إدارة المعلومات ان احنا الجديد اللي هو طبعا بيقلل برضو الوقت، احنا بنودي له العينات الكترونيا. لسه ما بقاش لسه المصدر فيه، طبعا في مرحلة لاحقة هيكون للمصدر الحق ان هو يطلع على نتائجه اللي وداها المعمل الصبح، هل خلصت ما خلصتش، ايه النتائج، مطابقه مش مطابقه للمواصفات. وده خطوه طبعا لاحقه. احنا طبعا كل دلوقتي بس قلقانين على السكيورتي شويه او الامان بتاع النتيجه، طبعا ده احد اشتراطات الاعتماد ان ما فيش حد يطلع على نتائج الاخر، ده حفاظا على يعني المصداقية بتاعته والسرية بتاعة النتائج بتاعة المعمول بها في المعمل. يعني طب
حضرتك بتقول ان الاشتراطات الاوروبيه اشتراطات دقيقه جدا. فعلا احنا بقى اشتراطاتنا المصريه يعني ممكن يكون ده يعني مش الموضوع قوي بتاع الحلقه، لكن احب اطمن برضه على اشتراطاتنا المصريه، يعني هل هي مقاربه للاشتراطات الاوروبيه وليه ما بيبقاش فيه اشتراطات موحده؟ لا هو حضرتك هو احنا فعلا ابتدينا بصراحه الهيئه العامه للمواصفات والجوده اللواء حسن عبد المجيد لا يقلو جهدا في هذا الموضوع، لانه هو اصلا متبني الاشتراطات الاوروبيه. في ملوثات كتير جدا على فكره المعمل، مش بس متبقيات المبيدات، في فيترينا دراجز، وفي ديبيت كبير بيننا وبين بعض الدول الكبيره اللي هي العظمى في تطبيق بعض الاشتراطات بدون الاشاره الى هذه الدول، ولكن الاشتراطات بتاعتنا تماثل الاتحاد الاوروبي والطرق بتاعتنا تماثل الاتحاد الاوروبي في عمليات التحليل. عشان كده احنا مطبقين هذه الاشتراطات، فهم يعلموا كويس ان جمهوريه مصر العربيه او وزاره الزراعه لديها معامل تستطيع الكشف على الملوث بنفس الدقه وبنفس الليفل او المستوى بتاع الاتحاد الاوروبي. فعشان كده بيتم طبعا وللدولة المستوردة الحق في وضع حدودها واحنا بنستورد. احنا بس عايزين نطمن كمان على الاسواق الداخلية، حدود عملكم مش بس على الصادرات ولكن بتعملوا حملات برضو لفحص الاسواق الداخلية، يعني اخبار الحملات دي؟ طبعا احنا السنة دي ضفنا محافظة جديدة اللي هي اسيوط، وده برغم ان هي بعدها عن القاهرة إلا إن إحنا وصلنا بقوافلنا اللي هي موجودة في المعمل إن هي تصل إلى هذه الأسواق المركزية والقرى لبعض المحاصيل المتداولة في صعيد مصر. صعيد مصر محتاج إلى مزيد من الاهتمام والناس تاكل برضو وتحس إن في رقابة. طبعا الكلام ده إحنا متعودين إن إحنا ننشره كل عام في مارس بالتعاون مع لجنة مبيدات الأفات الزراعية في حضور كل الناس في منتهى الشفافية، بمعنى ان هم بيعرفوا من هي انظف المحافظات، من هي اكثر تلوثا، ما هي المبيدات الاكثر تواجدا في السوق المصري. هو عموما لا الاكثر تواجدا في السوق المصري هم خمس ست مبيدات، هم المبيدات من القديم، ولكن احنا دايما بنتبادل المعلومات مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية علشان نعلمهم مثلا عن المبيدات الغير مسجلة في النظام مثلا، ودي نادرة جدا، يعني لو لقينا مبيد او اثنين في السنة ده حد. طبعا انا عارف ان لجنة مبيدات الآفات الزراعية مهتمة جدا بقضية غش المبيدات وقضية تهريب المبيدات، وهم بنحاول ان احنا نضع سيناريوهات تجعل الشركات تساعدنا في ضبط سوق المبيدات في مصر. ضبط سوق المبيدات في مصر امر لا مناص منه، لا محاله، لانه لازم يتظبط وهيتظبط، لان بدات الشركات تعمل تكتلات والشركات مش قليله، شركات كبيره. وطبعا لجنه مبيدات الافات الزراعيه على الدكتور محمد عبد المجيد طبعا على علم بهذا، وبيحاول نضع على تواصل تام ان احنا نرفع من مستوى برضو معمل مركزي المبيدات في طرق التحليل اللي يرقى. وعلى فكرة هو يقدم قريب جدا للاعتماد، وانا سعيد بهذا الخبر جدا، لان اعتماد هذا المعمل هيقضي على او يحل مشاكل كتير جدا، وان شاء الله خير ان شاء الله. الفحص اللي بتقوموا بيه في الاسواق المحليه يعني بتقوموا بيه كل قد ايه؟ وهل يعني مثلا فريق من المعمل بينتقل الى هناك، ولا بيكون في ممكن قدره على افتتاح فروع للمعمل ده في المحافظات؟ والله موضوع الفروع دي على فكره عشان انا ابني معمل انا اتكلفت كتير قوي، والتكلفة كانت على عاتق وحدة تقييم المبيدات أو تقييم وتحليل متبقيات المبيدات اللي هي الوحدة الخاصة بالمعمل. المبالغ اللي تم صرفها في هذا المكان طبعا بمناقصات عامة وبريكوشنز أو احتياطات عالية جدا من اتباع القوانين للأمان وللفير يعني للعدل، مش سهل عليا أن أنا أبني معمل كل سنة
لان هو تم يعني الانتهاء من بناء المعمل في سنتين فقط، وده اعتقد ان هو سبق، ما اعتقدش ان هو حصل قبل كده ان هو في سنتين بس يكون عندنا اكستنشن يستوعب لغاية 80,000 عينة في السنة بطاقم مدرب على هذه التقنيات، بأجهزة، بنظم معلومات، بتواكب قدام. يعني ما افتكرش وزارة الزراعة هتسأل عن الملوثات على مستوى الخضر والفاكهة والمنتجات الأخرى سواء كانت مستورة حتى لو كانت من أصل حلواني لسنوات طويلة، لأنه يقدر المعمل المركزي دلوقتي السكوب بتاعه أو المجال بتاعه كبير جدا، كمية الملوثات كبيرة جدا، بقت حوالي أكتر من 650 ملوث بذات الدقة، رغم أن احنا الكوادر عندنا عايزين قليلة ونبدأ في طبعا كوادر جديدة شابة تم تدريبها على أعلى مستوى سواء كان داخليا أو خارجيا، رغم أن التعليمات بتقول سكويز البادجت، ما تصرفش كتير، وده احنا متابعينه تماما، لأن احنا انتهجنا سياسة مختلفة شوية. يعني مثلا عشان أضبط الجودة أنا لازم أتبع خطوات موجودة في الأيزو 17025، فالمرة دي إحنا السنة دي إحنا هنجيب الخبير علشان يفيد النظام للمحللين كلهم في كافة المجالات شكل محاضرات، يعني هو بالزبط. يجي هو اللي يجي يعمل مراجعة للنظام قبل ما يجي الاعتماد، وده هيقلل التكاليف بدل ما واحد بس هو اللي يسافر بس ويستأسر. بس ده مش معنى ان هم ما بيسافروش الباحثين، لا بالعكس، انا مسافر تقريبا اكتر من 20 السنة اللي فاتت، واحد نقاط المضيئة في عمليات التقييم اللي كانوا معجبين بيها لتدريب الكادر بتاع المعمل الجديد الناس اللي خرجوا في الخارج. المنح دي كانت متغطية، احنا ما تكلفناش حاجة، كانت متغطية ماليا، وطبعا مركز البحوث الزراعية يعني بصراحة ساعدنا، في دكتور عبد المنعم بنا ساعدنا في ان الناس دي تسافر وتخلص اجراءاتها، وكان متابع، وبصراحة ما بيقلوش جهنا ابدا في يعني التغلب على بعض اللي هو الصعوبات اللي بتواجه المعمل. هل المعمل دور في توعية المصدرين اللي لسه ما بيعملوش تحليلات داخل المعمل، وفي توعية المزارعين في الاستخدام الأمثل للمبيدات، ولا ده بتتركوه مثلا لجنة الآفات الزراعية بالتنسيق معاها؟ يعني ازاي بيتم الوصول للوعي اللي احنا شفنا جزء منه مثلا عند المزارعين، هل ليكوا دور فيه ولا لا؟ تدريب المزارعين احنا بنشارك فيه لو طلب مننا، لان احنا الحمد لله عندنا الكادر الذي يستطيع المشاركة في هذا التدريب. بيتم على محاور عدة، منها المشاركة في موضوع تدريب المزارعين، منها ان احنا في لجان متخصصة بتتغلب على المشاكل دي او بتحاول انها تتصل عن طريق الكيانات اللي هي رسمية، زي مثلا لجنة الصحة والصحة النباتية. الكلام ده موجود في بيجي سواء مصدرين أو مستوردين يناقشوا بعض المشاكل اللي بتواجههم، مثلا مناقشة مثلا إنتاج محصول معين. تعرفين أن احنا مصر عندها محاصيل تصديرية مش قليلة، وفي احتياج ليها بعض الدول، زي ما انتم شايفين أن السوق الروسي طلب مننا، وإحنا مستعدين لده تماما، يعني احنا مستعدين لده تماما، لان هم عن طريق العلاقات الزراعية بدأوا يعملوا تسجيل لبعض الشركات التي تتعامل مع السوق الروسي، هيبدأ الناس تدي لهم المحاصيل، هيبدأ المحاصيل دي تيجي قبل ما تتراقب لوحديهم. طوعية على فكرة، انا لا اجبر المصدر ان هو يجي، هو لما بيلاقي الخدمات المقدمة ليه وان احنا بنساعده ونقول له لا ده مصلحته ومصلحته بالضبط حضرتك، علشان هو انا بحافظ على فلوسه
أنا بحافظ بدل الشحنة ما تروح لغاية هناك ترفض وترفض. هو يقول لي لا أنا حللت وحضرتك قلت لي إن هي متعدي الحدود القصف، أنا عايز أشوف دلوقتي ممكن أعيد التحليل. أقول له أيوة يا فندم هتعيد التحليل وبالتخفيض. فاللي أنا قصدي عليه إن هو إن هم بدأوا يكونوا يعني إحنا موجودين في مركب واحد وفي بلد واحد ومصريين كلنا وعايزين البلد دي تقوم. طيب هل يعني الحملات اللي بتقوموا بيها او مثلا الاحداثيات عن طريق جي بي اس او غيره نقدر نعرف الاماكن اللي بيتم فيها استخدام جائر للمبيدات نقدر نوصل لها ولا ده مش ممكن يعني؟ لا حضرتك كده بتناقش نظام الجلوبال جاب. الجلوبال جاب ده نظام احنا طبعا قاطعين في شوط مع يعني ناس مسؤولين عنه، لكن احنا بنحاول ان احنا نقدم هذه الرؤية. اولا لازم يتم وضع الاراضي تحت نظام اللي هو نعرف ايه هو جلوبال جاب الاول ومصر منضمه له ولا لا ولا في طريقها للانضمام. والله احنا الجلوبال جاب هي اجراءات يعني بتراعي ان الراجل الفلاح من اول النظافة العامة بمعنى اصح الى اصدار محصول زي مراقب سواء على مستوى عدم استخدام مثلا المياه الصرف الصحي، وجود مثلا دورات مياه للفلاح في المزارع بتاعته، مثلا ترشيد استهلاك المبيدات بشكل عن طريق البروتوكولات الموضوع، لان احنا دي الممارسات السليمه بالزبط للزراعه بالظبط بالاعداد للارض بالزبط حتى وصول المحصول طبعا. لجنه الصحه والصحه النباتيه بصراحه بدات بمحصول برتقان وخلصته فعلا بقى فيه المعلومات علشان ما نقولش، وعلى فكره اشترك فيها كافه معاهد مركز البحوث الزراعيه من مكافحه وامراض واراضي ومياه ومتبقيات. يعني بقى عندنا يعني الراجل اللي هيروح مثلا يزرع موالح بقى عنده المعلومه كامله، وبقى عنده يقاوم ازاي وايه المبيدات اللي موصى بها، لان ده مهم جدا عدم مخالفه التوصيات. طبعا احنا ماشيين تباعا، يعني خلصنا الموالح هنشوف هننقل على الفلفل هننقل على الفراوله اللي هو اللي هم الحاجات اللي بتطلب من السوق المصري بشكل اكتر لها بريوريتي عالي. طبعا لجنة الصحة والصحة النباتية بصراحة أنا لما بحضر فيها كممبر الواحد بيستفيد، يعني اتحاد المصدرين بيكون ممثل فيها بيبدأ يعرض بعض الدراسات الإحصائية عن السوق، يعني فيها اقتصاد وفيها علم وفيها مشاكل وبتحل وفيها آراء وفيها ممثلة فيها كافة معاهد مركز البحوث الزراعية مع لجنة المبيدات والاتحاد المصدرين والمصدرين والمستوردين. هل ليها دور اللجنة دي لجنة الصحة والصحة النباتية في تحديد معايير المتبقيات المبيدات؟ يعني مين اللي بيحدد ان المتبقيات دي هي السليمة؟ لا أو لا متبقيات المبيدات احنا ماشيين طبعا اساسا على اولا المواصفات القياسية المصرية للسوق المصري، ده اساسا وده اللي بيطلعوا المواصفات والجودة، يعني هيئة المواصفات والجودة هي اللي بتضع لنا المواصفات الخاصة بالسوق المصري. طبعا احنا بنشوف المتبقيات على المستوى المحلي، على المستوى الدولي كل كيان زي الاتحاد الأوروبي لها حدود ولها قيم لمتبقيات المبيدات. انا بحاول ان انا اوصل البضاعة المصرية او الخضروات والفاكهة مثلا او الجهات الاخرى لهذه المواصفات، طبعا بالنصح والارشاد والتدريب والاتصال بالمصدرين وحاجات كده. طبعا احنا مش بس بنراقب التصدير، احنا بنراقب برضو اللي داخل البلد اللي هو الشحنات المستورده. هل بتبقوا مسؤولين مثلا في الحجر الزراعي ولا ازاي بيتم؟ طبعا الحجر الزراعي والحجر البيطري هم ايدين المعمل، لان انا لا
أخذ عينات إلا إذا طلب مني، وتبقى دي بتبقى حالات قليلة جدا. طبعا الحجر الزراعي والحجر البيطري هم اللي عليهم عاتق إن هو يأخذ العينة سواء من البضاعة المصدرة أو البضاعة المستوردة، وبيوصل العينات. وطبعا إحنا في ديبيت عالي جدا ومناقشة، وفي تظلمات من يعني له الحق طبعا المصدر أو خاصة المستورد على أنه يتظلم عن طريق في تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة اللي هي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبنعيد التحليل وبيقتنع فعلا هو يعني مثلا هذه البضاعة مرفوضة أو ده بالنسبة للمستورد. بالنسبة للتصدير هو بصراحة المصدر بتاعنا بيعيد بعد كده يقول لي شوف كده حضرتك الليفلز، أنا هل أنا وصلت إلى المستوى اللي أنا أستطيع أدخل بهذه البضاعة النظام الأوروبي؟ بقول له أيوة كده خلاص تفضل حضرتك، وبكتب للحجر الزراعي الورقة اللي هي بتجيز له، أقول له أيوة ده مطابق للمواصفات الأوروبية أو ده مطابق للمواصفات المصرية، في يعني بغض النظر على بغض النظر عن الدولة بتطبق المواصفات الأوروبية أو المواصفات المصرية. احنا يعني الحمد لله فخورين بان المعمل حقق تقدم ودخل ضمن الاعتماد الاتحاد الاوروبي، وده شيء جميل او جزء منه، ونتمنى انه يعني ده يثمر عن حاجات كويسه في المستقبل، وان شاء الله يكون في فروع برضو حتى لو هي غاليه الثمن. والله احنا فعلا في ما نقدرش نقول فروع، احنا ممكن نقول اماكن سحب عينات مجهزه لسحب العينات، وهي هتكون قريبه من المعمل، او طبعا انا اتمنى يعني ان شاء الله ان هو يكون في فروع طبعا، لكن احنا ممكن بنحطين في خطتنا ان احنا نبدا بالتحاليل البسيطه او سحب عينات من الاسواق المركزيه، بس يكون لنا مركز هناك ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك دكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك وجودك معنا النهاردة. وبشكركم أعزائي المشاهدين، وكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من برنامجكم الحصاد. غدا إن شاء الله حلقة جديدة ومجموعة أخرى، إلى اللقاء.